أول خبر في عدد مساء اليوم جورنال فير جاب عنوان الأندلسي يوجه دعوة خاصة لحسبان ورؤساء الرجاء لحضور النهائي العربي. وفي تفاصيل الخبر وجه رشيد أندلسي رئيس فريق الرجاء الرياضي دعوة خاصة للرؤساء القدامى لحضور نهائي البطولة العربية للأندية البطلة غدا السبت. وجه الأندلسي الدعوة لجميع الرؤساء القدامى بما فيهم سعيد حسبان ومحمد بودريقة بعد ما كان جواد الزيات الرئيس السابق للفريق كيستثني حسبان من الحضور لبعض المباريات المهمة للفريق الأخضر وكيكتفي بتوجيه الدعوة لبعض الرؤساء فقط. وقرر الأندلسي حضور الرؤساء القدامى للنهائي العربي الى جانب اعضاء المكتب المسير وبعض الفعاليات الرجاويه اللي غتوجه لها الدعوه، علما ان الاتحاد العربي حدد عدد الافراد المسموح لهم بحضور النهائي في 60 فرد فقط، ومنتظر باش يتخلفوا بعض الرؤساء السابقين عن الحضور للمباراه النهائيه بسبب رسالتهم الاخيره للرئيس الرجاوي واللي انتقدوا فيها بعد بيع بين مالونغو واعتبروا انه ما كيحقش ليه بيع اللاعبين. ورغم انتقادات اللي وجهوها الرؤساء القدامى للاندلسي بصفتهم مجلس استشاري الا ان الاخير وجه لهم الدعوه باش يكونوا ضمن وفد الفريق الاخضر اللي غيحضر النهائي العربي. صراع ثنائي بين متولي وروماريو ريكاردو على صدارة هدافي البطولة العربية مع أفضلية المواجهين البرازيلي. وفي التفاصيل غيواجه فريق الرجاء الرياضي غدا السبت اتحاد جدة السعودي في نهائي كأس محمد السادس الأندية العربية البطالة، وغتشهد المواجهة اللي كيمني الفريق الأخضر بنفس الفوز بها غتشهد صراع من نوع خاص على لقب هداف البطولة بين لاعب فريق الرجاء الرياضي محسن متولي ومواجه الاتحاد البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا. وكيحتل روماريو ريكاردو صدارة هدافي البطولة العربية برصيد 8 الأهداف، فيما كيحتل لاعب فريق الرجاء محسن متولي المركز الثاني بخمسة الأهداف فقط. ويكون قائد الرجاء مطالب بتسجيل أكثر من هدفين لتشويجه بلقب هداف البطولة بشرط عدم تسجيل روماريو ريكاردو لأي هدف خلال مباراة السبت المقبل. يشل أن لقب هداف البطولة العربية للأندية البطالة كتقدر قيمتها المالية ب 100 مليون سنتيم. فان دير بروك يشيد بلاعب رجاوي تعرض لانتقادات كثيرة. وفي التفاصيل أشاد البلجيكي سفان فان دير بروك مدرب فريق الجيش الملكي باللاعب نحويل السعداوي اللي انتقل خلال الميركاتو الصيفي الجاري للفريق العسكري قادما ليه من فريق الرجاء الرياضي. وقال مدرب الجيش الملكي سفان فان دير بروك في تصريح لأحد الإذاعات المغربية بخصوص هذه الصفقة: السعداوي لاعب سريع وبإمكانه شغل عدد من المراكز كما أنه لاعب مهاري وكيجيد العرضيات، الشيء اللي غيساعدنا في عدد من المباريات خاصة في مسابقة كأس الكاف إذا كنا كنرغبوا في الاعتماد على المرتدات. وكان المهاجم نحويل السعداوي تعرض لانتقادات كثيرة من طرف جماهير الرجاء الرياضي الموسم الماضي بعد ما تراجع مستواه بشكل كبير، علما أنه كان تألق رفقة مولية وجدة قبل انتقال نصول الخضر صفقة انتقال حر. النجم الرجاوي السابق ضمن اهتمامات بوردو الفرنسي، وبات الدولي المغربي جواد اليامير مدافع فريق بالادوليد الاسباني ضمن اهتمامات نادي بوردو الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وكشفت تقارير صحفيه فرنسيه ان اداره النادي الفرنسي مهتمه بخدمه المدافع المغربي جواد اليامير، وذلك لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد المستويات المميزه اللي بصم عليها خلال الموسم الماضي. وكيرتبط جواد اليامير مع النادي الاسباني بعقد كيمتد لغايه صيف 2024، وكيتعتبر اليامير ولاعب المنتخب الوطني منتوج خالص لمدرسه اولمبيك خريبكا بحيث لعب مع الفريق سنوات عديدة وحاز مع لقب كاس العرش قبل ما يوقع الفريق الرجاء الرياضي سنة 2016 وتوج مع ايضا بلقب كاس العرش. الفريق الاخضر كان بوابات اليامير في الاحتراف الدوري الايطالي وذلك من بوابات جينوا وبيروجيا قبل ما ينتقل ريال ساراقوستا الاسباني وفالادوليد اللي كيلعب ليه حاليا. أنس زنيتي الحارس الأغلى في البطولة الوطنية. وفي تفاصيل الخبر بات الحارس أنس زنيتي أغلى حارس في البطولة الوطنية بعد ما جدد عقده مع فريق الرجاء الرياضي رسميا، وبعد جديده العقد مقابل 400 مليون سنتيم مدة موسم واحد قابل للتجديد بات أنس زنيتي أغلى حارس مرمى في تاريخ البطولة الوطنية. وقبل جديد عقده مع الفريق الأخضر توصل أنس زنيتي وحارس مرمى الجيش الملكي سابقا بمبلغ 350 مليون سنتيم اللي كانت بذمة الرجاء الرياضي. وكان الحارس أنس زنيتي كيف سبق وشرنا كيطالب بتوصله بمستحقاته المادية العريقة بذمة النادي بهدف الاستمرار حارسا للفريق الأخضر اللي حقق مع لقبين الكاس الكاف وكاس العرش والسوبر الإفريقي بالإضافة للقب البطولة الوطنية، وكيبحث إن شاء الله على التتويج بلقب كاس عصبة الأبطال الإفريقية. ندوزو معكم فقرة ميركاتو ونشوف شنو تقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الإعلامية. مسؤول رجاوي يحسم الجدل حول احتمال عودة ياجور للرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر داو رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الفريق الرجاء خبر قرب تعاقد محسن ياجور المهاجم الرجاوي السابق مع الفريق الاخضر في ميركاتو الصيفي الجاري.
ووضح مصدر مسؤول ان الخبر لا اساس له من الصحه، وما كاين حتى مفاوضات حاليه بين الرجاء ووكيل الاعمال ياجور اللي كتربطوا علاقه مع ابرز لاعبي الفريق، وكان وراء انتقال زكريا حدره في الموسم قبل الماضي من الرجاء نضج بركان بعد ما كان توصل اللاعب لاتفاق نهائي مع الرئيس السابق جواد الزيات للعوده للفريق الاخضر قبل ما يدخل الوكيل على الخط وغير الوجهه ديالو نحو النهضه البركانيه. وتالق محسن ياجور لسنوات بقميص الرجاء الرياضي وتوج معه بالتجربه الاخيره بلقب كاس العرش والكاف والسوبر الافريقي قبل ما يغادر رفقة زكريا حدره في تجربه جديده بالدوري السعودي، غير ان العلاقه ديالو مع جماهير الرجاء الرياضي توترات بنسبه كبيره بعد احتفال مبالغ فيه بتسجيل هدف بقميص نهضة بركان في شباك فريق الام. بعد توصله بعرض رسمي من الرجاء واستفسار من الغريم التقليدي وشباب محمديه اولمبيك اسفي يغلق ملف بنيشو ويقرر عدم تسريحه. وفي التفاصيل رفضت اداره نادي اولمبيك اسفي جميع العروض التي توصلت بها خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه بهدف تسريح المهاجم صلاح الدين بنيشو. وحسب مصدر خاص فمسؤولي الفريق المسفيوي قرروا عدم التخلي على خدمات صلاح الدين بنيشو نظرا لحاجه الفريق لخدماته خلال الموسم المقبل. وتوصلت اداره نادي اولمبيك اسفي بعرض رسمي من فريق الرجاء الرياضي اللي كيرغب في انتداب مهاجم منتخب محلي خلال الميركاتو الجاري، بالاضافه لاستفسار فريق الغريم التقليدي وشباب محمديه على اللاعب بالغ من عمره 21 سنه. كان هذا اخر خبر راجو في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلقاو في اخبار راجو جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.